سلام. شرفنا بحضوركم يا ضيوفنا الكرام، فالعم يزيد يرحب بكم، وألف تحية أهديها لكم. سلام عليكم سلام سلام، شرفنا بحضوركم يا ضيوفنا الكرام، العم يزيد يرحب بكم، وألف تحية يهديها لكم. قلوبنا فرحانة، فالعم يزيد يرحب بكم، وألف تحية أهديها لكم. جيتنا برضاكم لبيتوا دعوانا، وإحنا يا بلقاكم قلوبنا فرحانة، العم يزيد يرحب بكم، وألف تحية يهديها لكم. يرحب بكم، وألف تحية أهديها لكم. ما أحلى رؤياكم نورتوا يا أحبابنا، إن شاء الله يهنى بالكم في ظل لمعانا. العم يزيد يرحب بكم، وألف تحية أهديها لكم. فيفي شوفي أعطيهم الميكرو، أعطيهم الميكرو، أعطوها الميكرو تقول لنا كلمة. يلا راهي على المباشر. واسمك؟ اسمي مروة. مروة شحال في عمرك مروة؟ 23. الله يبارك. تحبي حصة عمو يزيد مروة؟ ربي يبارك فيك بنتي، ربي يخليك. مرحبا بك مرحبا بك. عمو يزيد فرحان بزاف بزاف بزاف. أحبائي راني نشوف اللي معنا أصدقاء من ذوي الاحتياجات الخاصة. ماذا اسمه؟ ياسين. ياسين شحال في عمره؟ 19 سنة. الله يبارك. وفرحان اليوم هنا؟ فرحان. الله يبارك الله يبارك الله يبارك. ربي يقدركم مدام، ربي يخليك. أنا نشوف كاين أصدقاء منا تاني ذوي احتياجات خاصة. واسمك بنتي؟ هنان. الله يبارك بنتي، مرحبا بك. واش راكي؟ الحمد لله. الحمد لله. عجبك الحال لكي هنا؟ إيه. الله يبارك، مرحبا بك مرحبا بك. شوفوا لنا العرايس هادو تاني. عمو يزيد. واشن؟ واش راكي بنتي؟ لاباس. واسمك؟ سجيدة. الله يبارك الله يبارك الله يبارك. أحبائي ذوي الاحتياجات الخاصة نسميهم ذوي القدرات الخاصة، ذوي القدرات الخاصة. إذن راني نشوف واحد الشابة شاطرة. تعالي بنتي تعالي، أرواحوا تعالوا تعالوا تعالوا. عبالك عمو يزيد يحب الأزهار. واسمك بنتي؟ صبرت ريتاج. ريتاج. وانتي؟ رزان. رزان شحال في عمرك رزان؟ ثلاثة. ثلاثة بركة أو مشكيت. شحال في عمرها؟ تعرفيهاش؟ ما تعرفكش. ثلاثة سير ثلاثة. أنا بنتي لك شاطرة بزاف على ثلاثة. نعم. الله يبارك. كنت يا شاطرة بنتي؟ وي وي وراي وي هذي. لا لا معليش نضحكوا برك، نضحكوا بنتي معليش. إذن واش هو واش عندك في يدك؟ زهرة. أزهار ماشي زهرة، هذه زهرة. هادو أزهار. لي من هاد الأزهار؟ العمو يزيد. واو العمو يزيد. شكرا 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 بنتي. بوسي عمو يزيد، بوسي عمو يزيد. الله يبارك. شكرا بنتي، شكرا شكرا شكرا. الله يخليك بنتي. على بالكم هذه لازم. عطولي تشينا اللي كليتها قبيلة. عطولي تشينا تاعي، حبيت نوريها للناس. أنا وقبيلة كيف فطرنا جابوا لي واحد تشينا، أنا عن بالي جابوها مكاش بلاد. قالوا لي منا،
قلت لهم للامانه عطوا لي وحده نديها معايا باش نوريها للناس كاع يشوفوها. كي شفت هذيك التشينه قالوا لي ما شفت والو. قالوا لي كاين كلش، كاين الليمون، كاين التشينه، كاين الدلاع، كاين. والله غير بلدنا، بلدنا غنيه وبلدنا جميله، والغنى الاكبر، الغنى الاكبر هو العمل. ايوا عطوا لي التشينه هذه، عطوها لي. لا 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 لا، حبس حبس، ضربني او حبي فزت لكم الحفل كان رايح. عطوا لي وحده كبيره. يعطيكم الصحه، والله غير فخور 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 جدا جدا جدا. هذا هو الغنى، الغنى تاع الصح، هذا هو الغنى تاع الدرع، الغنى تاع الخدمه، تاع العمل، تاع اللي تكون الارض ما فيها والو، ومن بعد ربي سبحانه يعطيكم الماء ويعطيكم الثروه، وانتم تخلقوا هذيك الثروه وهذاك الغنى بدرعكم. برافو. انا حبيت نعرف هذو شحال جابوا معدلات. يلا ابعت لهم ميكرو. شوف الشطره هذه، واسمك بنتي؟ سهيله. سهيله شحال في عمرك سهيله؟ 14 سنه. شحال جبتي المعدل؟ 19. صفقونا على 19، انا ما نقدرش نسمع 19 بلا ما نزغرت ونصفق. الله يبارك، الله يبارك. سهيله زيدي اللي قدامها، شكون جابوا المعدلات الكبار هنا؟ شكون؟ عطي لها الميكرو. واسمك بنتي؟ ملاك. ملاك شحال في عمرك بنتي؟ 10 سنين. شحال جبتي المعدل؟ 9.91. 9.91. ما تصفقوش. 9.91، سبحان الله. برافو برافو بنتي. زيد زيد زيد. شكون ثاني؟ ولاد منيعة قاع يقراو هكذا؟ ماشي قاع، قاع يقراو مليح. راني نشوف. شكون ثاني؟ واسمك بنتي؟ فاطمة الزهرة. فاطمة الزهرة شحال في عمرك؟ 9 سنين. 9 سنين. شحال جبتي معدل؟ 9.55. روحوا في ثلاثة، تعالوا تعالوا تعالوا. شكون تاني اللي عنده 9 و19؟ خلعتوني. تعالوا في ثلاثة، يلا طلعوهم لي في ثلاثة، في ثلاثة هادوك. شكون جاب؟ شكون تاني؟ شحال معدل؟ 19. خلاص أنا دركا 19 ولا ما كاش؟ خاطر أنا وكان قلتوا لي مع الأول 14 13، كنت نقنع، ولكن دركا 19. أنا عطوني 19 خلاص. شكون 19؟ شحال؟ 19 تاني هذه؟ 9 فاصل. عطي لها الميكرو. لا ماما قالت 60، انت تقولي 58. فهمونا، جيبوا لنا كشف النقاط درك. واسمك؟ 9.85. هذا قلت لي 58. يلا معليش بنتي، معليش نضحكوا برك. شحال معدل؟ واسمك؟ قولي لنا اسمك. دنيا. دنيا شحال في عمرك؟ 9. 9 ايام. 9 سنين. بنتي شحال جبتي معدل؟ 9.58. برافو. تعالي تعالي، شحال جبتي معدل؟ لا لا 15 كاع. ما انا 15 اليوم كاع ما نستعرفش بهم كاع، بالعكس 15 هم هايلين، بصح طلعتوا لنا المستوى. انا سمعت ب 19 خلاص. 19 ولا شكون 19؟ لا لا، وراهم اللي جابوا المعدلات. تعالوا 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 تعالوا، راكم في ثلاثة. زيد شحال؟ شحال؟ فاصل 20؟ لا لا 17. لا لا أنا والو اليوم، غير 19 ولا ما كاش؟ شحال؟ شحال؟ 9.3. لا لا 9.90 أنا، ولا 0.80 كاع، ما تقولوليش كاع. ها شحال؟ 36 كاع، ما تعرفش. لا 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 لا، أنا ولاد المليعة اليوم هما الطوب، ما كانش الهضرة كاع، هما أنا خلعوني غير 19 وكامل. تتقري تحضيري ولا تجريبي ولا تقري تحضيري سنة أولى؟ الله يبارك. ثم ثاني سنة أولى؟ الله يبارك.
واش المعدلات هنا؟ واش حوال هالمعدلات؟ شحال؟ 93. تعالي 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 جيبوها جيبوها. شحال؟ شحال؟ 9.90. 9.90. تعالي تعالي روحي 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 روحي. تعالي 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 تعالي. راح نعرفوا المعدلات تحت الشاطرين هادو. عمو يزيد يحب الاطفال اللي يقراو مليح. واسمك بنتي؟ صبرينا معاش. معاش صبرينا، شحال في عمرك؟ 12 سنة. 12 سنة، شحال جبتي معدل؟ 19.84. بنتي واسمك؟ إكرام. إكرام، أسنان جو هكذا. شحال في عمرك إكرام؟ 10 سنين. 10 سنين، شحال جبتي معدل؟ 9.92. 9.92. الله يبارك الله يبارك. تصفيقة تصفيقة، برافو برافو برافو. واسمك بنتي؟ عطين الزهرة. شحال في عمرك؟ 9 سنين. 9 سنين، شحال جبتي معدل؟ 9.55. الله يبارك، قعدي هنا. يلا نغنوا مبروك النجاح عليكم. يلا. بذلت مجهود وتعبت وسهرت ليالي طوال، سهرت ليالي طوال، وفقكم ربي ونجحت يا اللي يتعب فينا. مبروك النجاح عليكم، واه واه يا شاطرين، واه واه يا شاطرين، ورفعتوا ريسا ولديكم راهم بيكم فرحانين، راهم بيكم فرحانين. مبروك النجاح عليكم، واه واه يا شاطرين، واه واه يا شاطرين، ورفعتوا ريسا ولديكم راهم بيكم فرحانين، راهم بيكم فرحانين. ابذلتوا مجهود وتعبتوا وسهرتوا ليالي طوال، سهرتوا ليالي طوال، وفقكم ربي ونجحتوا ياك اللي يتعب فينا. ابذلتوا مجهود وتعبتوا وسهرتوا ليالي طوال، وسهرتوا ليالي طوال، وفقكم ربي ونجحتوا ياك اللي يتعب فينا. هكذا تولي عندك قيمة، تبني مستقبل حياتك، تبني مستقبل حياتك، ونشوفك ديما في القمة، وتكون مفخرة بلادك، وتكون مفخرة بلادك. هكذا تولي عندك قيمة، تبني مستقبل حياتك، تبني مستقبل حياتك، ونشوفك ديما في القمة، وتكون مفخرة بلادك، وتكون مفخرة بلادك. ابذلتوا مجهود وتعبتوا وسهرتوا ليالي طوال، سهرتوا ليالي طوال، وفقكم ربي ونجحتوا ياك اللي يتعب فينا. ابذلتوا مجهود وتعبتوا وسهرتوا ليالي طوال، وسهرتوا ليالي طوال، وفقكم ربي ونجحتوا ياك اللي يتعب فينا. نجاحكم هو الاساس، لعبوا بالشهادة اخرى، لعبوا بالشهادة اخرى، بكالوريا وزد لي صاص، وان شاء الله تاني دكتوره، وان شاء الله تاني دكتوره. نجاحكم هو الاساس، لعبوا بالشهادة اخرى، لعبوا بالشهادة اخرى، بكالوريا وزد لي صاص، وان شاء الله تاني دكتوره، وان شاء الله تاني دكتوره. ابذلتوا مجهود وتعبتوا وسهرتوا ليالي طوال، سهرتوا ليالي طوال، وفقكم ربي ونجحتوا ياك اللي يتعب فينا. ابذلتوا مجهود وتعبتوا وسهرتوا ليالي طوال، وسهرتوا ليالي طوال، وفقكم ربي ونجحتوا ياك اللي يتعب فينا، ياك اللي يتعب فينا. اعطونا صغاريت على اولادنا يا نساء من فضلكم. ربي ينجحهم ان شاء الله، ربي ينجحهم. يلا عمو يزيد، على بالكم يا اطفال، عمو يزيد عنده نقطه ضعف، عنده نقطه ضعف كبيره كبيره كبيره، هي انه ما يحبش يغضب الاطفال. اذا راح نعطولهم كاع الهدايا، معليش
لازم نكونوا فخورين بولادنا. اعطيني الهدايا تاعهم، يلا اعطيهم كاع الهدايا، يلا فيفي اعطي لهم اعطي لهم اعطي لهم اعطي لهم، يلا هنا، يلا يلا. شكون تاني؟ اعطي الشطره هذه عمو يزيد، ما يقدر يغضب حتى واحد، معليش. شكرا. العفو 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 العفو. يلا دينا صورة تذكارية. هدية جميلة. أنا نكشف، أنا نفتح الهدايا. أنا واو 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 واو. هذه هدية، هذه هدية قبيحة كما يقولوا. هدية واو 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 واو. هدية فيها صورة عمو يزيد، سوفينير ديال المنيا، ذكرى من المنيعة. شكرا عمو يزيد. واو 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 واو. نقول لكم حاجة، أنا هاد الأشياء هادي أنا حساس لهاد الحوايج بزاف 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 بزاف. علاش؟ لأنه قلب الطفل، قلب الطفل لا يكذب، قلب الطفل لا يكذب، والطفل لا حبك ويحبك من قلبه. والله اعتزوا بهذه الهدية الجميلة جميلة 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 جدا. أنا عم بالي هدية هكذا، ولكن هذا والله. شكرا 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 شكرا. إذا تغنوا معايا أغنية الخير. هذه الأغنية أي صفحة؟ نقول فيها: لأني مسلم قلبي حنين، أحب الخير لكل الناس، أعين المحتاج المسكين بأكل مال أو بلباس. يا أحبائي، المساعدة مش شرط أنها تكون مادية، أنها تكون نقدية، ممكن أنها تكون معنوية، زيارة مريض، أكل، لباس، أي شيء. يا أخي أحبائي، يلا. لأني مسلم قلبي حنين، أحب الخير لكل الناس، أعين المحتاج المسكين بأكل مال أو بلباس. يلا معايا. لأني مسلم قلبي حنين، أحب الخير لكل الناس، أعين المحتاج المسكين بأكل مال أو بلباس. لأني مسلم قلبي حنين، أحب الخير لكل الناس، أعين المحتاج المسكين بأكل مال أو بلباس. طيبة قلبي وإحساسي يدفعني لفعل الخير، فأنا لا أعيش لنفسي بل أيضا أعيش لغيري. طيبة قلبي وإحساسي يدفعني لفعل الخير، فأنا لا أعيش لنفسي بل أيضا أعيش لغيري. لأني مسلم قلبي حنين، أحب الخير لكل الناس، أعين المحتاج المسكين بأكل مال أو بلباس. لأني مسلم قلبي حنين، أحب الخير لكل الناس، أعين المحتاج المسكين بأكل مال أو بلباس. إن ليس لك ما تتصدق وأخذت بمحتاج شفقة، فابتسم له ولا تقلق، فالبسمة في وجهه صدقة. إن ليس لك ما تتصدق وأخذت بمحتاج شفقة، فابتسم له ولا تقلق، فالبسمة في وجهه صدقة. لأني مسلم قلبي حنين، أحب الخير لكل الناس، أعين المحتاج المسكين بأكل مال أو بلباس. لأني مسلم قلبي حنين، أحب الخير لكل الناس، أعين المحتاج المسكين بأكل مال أو بلباس. لوجه الله جل علا أتبرع بالصدقات، لألقاها أنا عند الله في ميزان الحسنات. لوجه الله جل علا أتبرع بالصدقات، لألقاها أنا عند الله في ميزان الحسنات. لأني
مسلم قلبي حنين، أحب الخير لكل الناس، أعين المحتاج المسكين بأكل مال أو بلباس. لأني مسلم قلبي حنين، أحب الخير لكل الناس، أعين المحتاج المسكين بأكل مال أو بلباس. شكرا شكرا شكرا. أعين المحتاج المسكين بأكل مال أو بلباس. أحبائي، وش رأيكم مادامنا نتكلموا عن المساعدة؟ ولكن هذه الأغنية أنا شخصيا نحبها كتير كتير كتير. هيا ميليسا، عرفت وش حنغني بلا ما قلت لها؟ وش حنغنو؟ ساعدني. برافو برافو برافو. عمو يزيد دير أغنية ساعدني، المساعدة يا أحبائي. نقول فيها هذه الأغنية: ساعدني ساعدني محتاج لك، ساعدني 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 محتاج لك، أنقذني وأعني كن جنبي وأنا جنب لك. برافو، كن جنبي وأنا جنب لك. أحبائي، معناه الإخاء، نساعدوا بعضنا بعض في المجتمع، مهم جدا جدا. بس هتغنوا كاع معايا: ساعدني 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 محتاج لك، انقذني واعني كن جنبي وانا جنب لك. كمل معايا، يلا ساعدني. ساعدني 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 محتاج لك، انقذني واعني كن جنبي وانا جنب لك. ساعدني 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 محتاج لك، انقذني واعني كن جنبي وانا جنب لك. ساعدني ارجوك سراء ضراء، في الله اخوك معناه الاخاء. ساعدني ارجوك سراء ضراء، في الله اخوك معناه الاخاء. ساعدني 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 محتاج لك، انقذني واعني كن جنبي وانا جنب لك. إنني شيخ أتعبني حملي، ساعدني عليه أوصله لأهلي. إنني شيخ أتعبني حملي، ساعدني عليه أوصله لأهلي. ساعدني 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 محتاج لك، أنقذني وأعني كن جنبي وانا جنب لك. إنني أعمى لا أرى طريقي، أوصلني أرجوك لأرجاء السوق. إنني أعمى لا أرى طريقي، أوصلني أرجوك لأرجاء السوق. ساعدني 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 محتاج لك، أنقذني وأعني كن جنبي وأنا جنب لك. ساعدني 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 محتاج لك، أنقذني وأعني كن جنبي وأنا جنب لك. إنني معاق بطيء سيري، كلي معينا كم تلقى من خيري. إنني معاق بطيء سيري، كلي معينا كم تلقى من خيري. ساعدني 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 محتاج لك، أنقذني وأعني كن جنبي وأنا جنب لك. شكرا، كن جنبي وأنا جنب لك. أحبائي، كاين أغنية أنا شخصيا أعتز بها جدا. هذه الأغنية نقول فيها: سألوني
سألوني من أكون في الشرق والغرب، سألوني من أكون في شمال وجنوبي، قلت ألا ترون إني جزائري. أحبائي، يجب الابتعاد عن كل جهوية، يجب الابتعاد عن التصنيف. هذا يسكن هنا، هذا وين الدشرة تاعه، هذا بابا فلان، هذا كذا، كلنا جزائريون يا أحبائي. عمو يزيد في الأغنية يقول سألوني من تحب ولمن كان النسب، يحبوا قاع يسقسوك انت وليد شكون، وين كنتوا تسكنوا، خالك هذاك، عمك هذاك، انتم من الدشرة الفلانية. سألوني من تحب ولمن كان النسب، قلت يا للعجب إني جزائري. أحبائي، الانتماء، احنا قاع لازم يكون عندنا فكر واحد، أننا ننتمي لهذا الوطن الحبيب، وطننا الجزائر، احنا جزائريين. أي حاجة أخرى ما تهمناش، يهمنا أننا نكون جزائريين من وطن واحد، عندنا جنسية واحدة وبلد واحد يلمنا. أي حاجة أخرى، أي اعتبارات أخرى لا تهمنا. يا أخي أحبائي، سألوني من أكون في الشرق والغرب، سألوني من أكون في الشمال وجنوبي، قلت ألا ترون إني جزائري. يلا تغنوا معي يا كامل، يلا. سألوني، سألوني من أكون في الشرق والغرب، سألوني من أكون في شمال وجنوبي، قلت ألا ترون إني جزائري، قلت ألا ترون إني جزائري. سألوني من أكون في الشرق والغرب، سألوني من أكون في شمالي وجنوبي، قلت ألا ترون إني جزائري، قلت ألا ترون إني جزائري. سألوني من تحب ولمن كان النسب، قلت يا للعجب إني جزائري. سألوني من تحب ولمن كان النسب، قلت يا للعجب إني جزائري. سألوني من أكون في الشرق والغرب، سألوني من أكون في شمالي وجنوبي، قلت ألا ترون إني جزائري، قلت ألا ترون إني جزائري. إن هذه يدي لأبناء بلدي، من أجلك غادي أحسن من حاضري. إن هذه يدي لأبناء بلدي، من أجلك غادي أحسن من حاضري. سألوني من أكون في الشرق والغرب، سألوني من أكون في شمالي وجنوبي، قلت ألا ترون إني جزائري، قلت ألا ترون إني جزائري. احنا ولاد الثورة كل ذات المرة، واليوم راكي حرة بالشعب الثائري. احنا ولاد الثورة كل ذات المرة، واليوم راكي حرة بالشعب الثائري. سألوني من أكون في الشرق والغرب، سألوني من أكون في شمالي وجنوبي، قلت ألا ترون إني جزائري، قلت ألا ترون إني جزائري. لا فرق بيننا والحب لمانا، والأم أمنا بكل المشاعر. لا فرق بيننا والحب لمانا، والأم أمنا بكل المشاعر. سألوني من أكون في الشرق والغرب، سألوني من أكون في شمالي وجنوبي، قلت ألا ترون
جزائري قلت ألا ثروا إني جزائري. لا فرق بيننا والحب لمنا والأم اللي هي الجزائر أمنا بكل المشاعر. أحبائي الوطن والانتماء لهذا الوطن الحبيب فوق كل اعتبار. احنا جزائريين ماناش حاجة أخرى، كل اعتبار آخر لا يهمنا، كل واحد حر في نفسه، ولكن الانتماء لهذا الوطن الحبيب اللي هو الجزائر مسؤوليتنا كامل، ونحبوا بلادنا. تحبوا الجزائر يا أحبائي؟ حب الوطن جميل جميل. من تسكن جنب الدار وصى ربي في القرآن ومحمد حسن الجوار. حسن الجوار يا أحبائي، لازال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. أحبائي الجار ثم الجار، اصرف على الجار الأذى، مهم جدا حسن الجوار. هذه الأغنية دارها عمو يزيد لحسن الجوار، نقول فيها جاري يا من تسكن جنب الدار وصى ربي في القرآن ومحمد حسن الجوار. برافو. إذن تغنوا كامل معايا جاري يا جاري مختار يا من تسكن جنب الدار. بصح ما تنسوش السؤال، وقتاش رجعت 31؟ في أي سنة؟ وشحال كان عدد الولايات من قبل ما تكون 31؟ مور هذه الأغنية راح نشوف الأجوبة. يلا جاري يا جاري مختار. يلا Thank you.
جاري يا جاري مختار، يا من تسكن جنب الدار، وصى ربي في القرآن ومحمد حسن الجوار. جاري يا جاري مختار، يا من تسكن جنب الدار، وصى ربي في القرآن ومحمد حسن الجوار. جاري يا جاري مختار، كيف غبت عن الأنظار، حالك أحسن طمني، قل لي ما الأخبار، حالك أحسن طمني، قل لي ما الأخبار. جاري يا جاري مختار، يا من تسكن جنب الدار، وصى ربي في القرآن ومحمد حسن الجوار. للجيران ربي أوصى والعدنان، أن أسأل عنك دوما، هل أكلت أم جوعان، أن أسأل عنك دوما، هل أكلت أم جوعان. جاري يا جاري مختار، يا من تسكن جنب الدار، وصى ربي في القرآن ومحمد حسن الجوار. جاري مختار، قل لي كيف أهل الدار، جاري ما حال الأولاد، عيد أمتنا قد عاد. جاري ما حال الأولاد، عيد أمتنا قد عاد. جاري يا جاري مختار، يا من تسكن جنب الدار، وصى ربي في القرآن ومحمد حسن الجوار. من تسكن جنب الدار، وصى ربي في القرآن ومحمد حسن الجوار. شكرا 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 شكرا. حسن الجوار، حسن الجوار. أعطيهم الميكرو، شكون اللي عنده الجواب؟ في أي سنة أصبح عدد الولايات 31؟ وشحال كانوا مقبل؟ شفنا. واسمك ولدي؟ أنس. أنس، شحال في عمرك أنس؟ 8 سنين. 8 سنين. شاطر في الدراسة؟ تقرأ مليح؟ إيه. شحال جبت معدل؟ جبت 9. 9 تاني؟ ولات المنيعة كاع 9. الله يبارك، الله يبارك، ربي يوفقكم إن شاء الله وتخرجوا كاع 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 حاجة كبيرة كبيرة إن شاء الله. أنا من الأقواط مش المنيعة. يا وليدي هذا وين غنينا الأغنية تاعنا جزائري عليها؟ أنت من الأقواط يا وليدي؟ ما راكش من الغواط، انت راك خونا، راك وليدنا، راك من الجزائر ولا لا؟ وعلى بالك سيرتو هنا في المليعه، انا كي تدخل راك واحد منهم، ما كانش منها. انا جاب لي ربي المليعه ضيفها، ما يبات برا يا اخي، شي نفرغ منه. اذا وليدي، في اي سنه اصبح عدد الولايات 31؟ 1974. 1974، برافو. شحال كان عدد الولايات؟ عطي له الميكرو قبل 31. لا، في سنة 1974 صبحوا 31، شحال كانوا مقبل؟ يلا يلا يماه، أنا سنو فيك يماه. 30. 30، سما زدنا غير ولاية واحدة، حنا سما في 10 سنين نزيدوا
هذه الجزائر العظيمة هذه تزيد ولاية واحدة في 10 سنين. 19. 19 لا لا. زيد. يلا ماما. 17. لا لا. شحال؟ عطيلو الميكرو. عطيل الشاب اللي قدامه. واسمك؟ 27. شحال؟ 27. سمحنا نزيدو غير ربع ولايات. عادي. عادي؟ لا لا الجزائر عظيمة. ربع ولايات. لا لا. شوف الشطرة اللي موراك مباشرة. 17. نقصي شوية. شحال في عمرك؟ 13. شحال في عمرك؟ 13 سنة. 13 سنة، واسمك تاني؟ سلطانة. سلطانة كيفاش؟ زايدي. نعم؟ سلطانة. الله يبارك بنتي، سلطانة وسلطانة. الله يبارك بنتي، ربي يوفقك إن شاء الله. شحال كانت من ولاية قبل ما تكون 31؟ 15. شحال؟ 15. 15 ولاية يا أحبائي، وفي أي سنة كما قال؟ 1974. تعالي تعالي تعالي. شكون اللي قالنا السنة؟ الأول اللي قالنا السنة وراه. تعال تعال جيبوه جيبوه. تعال إذا وراهم أحبائي. تعالوا أعطيه الهدايا تاعهم. أعطيه الهدايا تاعهم. في أي سنة أصبحوا عدد الولايات 31؟ 1974. واو عندك عينين قاعد عين شفت مليح. معليش معليش. الهدية ليه ولا الماما؟ هو على كل حال هي لعبة، لعبة اجتماعية يقدروا يلعبوها في البيت مع بعض، عائلية جميلة جدا. خلاص نعطوك الهدية بصح لازم تنتبه. تعال ذكرنا باسمك. أنس. أنس. وانت بنتي؟ سلطانة. سلطانة. أنا تاني ننسى اسم كيما تاع سلطانة. الله يبارك بنتي، شاطرة في الدراسة؟ لاباس. لاباس. كيفاش لاباس؟ واش معناتها لاباس؟ شحال معدل؟ 11. شحال معدل؟ 16. برافو. نحب نضحك برك. بنتي 11 معدل جميل جميل جميل، ولكن درك انت درتي اللي عليك. من 11 ل 16 راهم والديك هما اللي حيستكلفوا بك. هاني حرجتهم عليكم اليوم، كم راح يراقبوكم، راح يشوفوا الواجبات، راح يشوفوا واش درتوا، لاني حرجتهم عليكم اليوم. اعطيني الهديه تاع سلطانه. اذا سلطانه بنتي شيبس مهبول راعي برنامج مع مو يزيد، اعطيني الهديه تاعو تاع انس. انس وليدي شيبس مهبول راعي برنامج مع مو يزيد وراعي حصه مع مو يزيد، يعطيك هذه الهديه ان شاء الله تستفادوا بها. شكرا شكرا. العفو العفو العفو. تفضلوا 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 تفضلوا. لا تحزنوا حن الوداع يا أصدقاء، كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء. لا تحزنوا حن الوداع يا أصدقاء، كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء. لا ننساكم، لا تنسونا، أحببناكم، أحببتونا، سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع عمو يزيد. لا ننساكم، لا تنسونا، أحببناكم، أحببتونا، سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع عمو يزيد. شكرا عمو يزيد، وإن شاء الله تجينا مرة تانية. شكرا عمو يزيد. شكرا عمو يزيد على هذه الحصه اللي درتها لنا. شكرا عمو يزيد اللي جيتنا للمنيعه. شكرا عمو يزيد على هذه الحصه. نشكر عمو يزيد على هذه المبادره، ونشكره على خاطر جانا وتفكرنا. ان شاء الله يرجع لنا في المارس المقبل. يا عمو يزيد، ونشكره على الزياره اللي قام بها لمدينه المنيعه، وان شاء الله يعود لنا كي يولي ولايه ان شاء الله. عمو يزيد اللي زهلنا البز، ونشكروه نشكروه الف شكر اللي زهلنا البز ومدى بنا. اكتشف التطبيق الخاص بحصة مع عمو يزيد. حمل التطبيق من البلاي ستور بكتابة عمو يزيد بالعربية أو باللاتينية. بعد التحميل فعل التطبيق واكتشف كل اللقاءات، كل الحصص، كل الحفلات وأكثر.